طيب بما اننا بنتكلم عن مباراه مصر والجابون، فبالتالي النهارده في عدد من المباريات المهمه حول العالم في اطار التصفيات المؤهله لمونديال 2022. فانا هقول لحضراتكم ابرز واهم المباريات. فخلينا نبتدي بالتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. النهارده اتلعبت مباراه وحيده حتى الان، كانت الساعه 3 ما بين رواندا وكينيا، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. الساعه 6 توجو مع ناميبيا، والساعة 9 المباراة المهمة جدا بالنسبة لنا، مباراة الجابون مع مصر إن شاء الله الساعة 9 بالليل. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق يكون حليف منتخبنا الوطني المصري. بالمناسبة مباراة أنجولا وليبيا هي تهمنا جدا، فمعادها إمتى؟ هتكون بعد بكرة اللي هو يوم الثلاث، هتكون الساعة 9 بالليل هناك في أنجولا. ليبيا عندها 3 نقاط بعد ما فازت على الجابون في ملعب ليبيا، فبالتالي مباراة مهمة جدا كمان لأنجولا بعد ما خسرت مصر هنا في القاهرة بنتيجة 1-0. فمعاد هذه المباراة هيكون يوم الثلاثاء الساعة 9 بالليل. ده فيما يتعلق بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. أما بخصوص أبرز التصفيات الأوروبية أو أبرز التصفيات اللي بتتعلق بالقارة الأوروبية والمؤهلة أيضا لمونديال 2022، فالنهارده انجلترا هتلعب مع اندورا الساعه 6 مساء، مباراه سهله نسبيا لانجلترا. اسبانيا مع جورجيا الساعه 9 الا ربع، المانيا مع ارمينيا الساعه 9 الا ربع ايضا، وفي نفس التوقيت مباراتين تانيين ما بين سويسرا وايطاليا وبلجيكا والتشيك. كل دي مباريات هتكون في تمام الساعه 9 الا ربع، فيما عدا مباراه انجلترا واندورا دي هتكون في تمام الساعه 6 مساء. تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، أهم مباراة في الحقيقة مباراة البرازيل والأرجنتين، وهي مباراة ثائرية جدا للمنتخب البرازيلي بعد ما خسر على ملعبه في الماريكانا بنتيجة 1-0 بهدف دي ماريا أمام الأرجنتين في نهائي الكوبا. فبالتالي مباراة مهمة جدا، وهي أيضا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. دي هتكون الساعة 9 في نفس توقيت مباراة مصر، أكيد يهمنا ماتش مصر أكتر. الإكوادور هتلعب مع تشيلي الساعة 11، وأوروجواي مع بوليفيا 12 صباحا، وباراجواي مع كولومبيا في نفس التوقيت. دي أبرز وأهم المباريات في مختلف القارات، وهي مباريات كلها هامة في إطار مشوار التأهل لكأس العالم.